ابرز الحضور ابرز الحضور عمرو جزار شحنه كريكا حميد شعبان كل الناس كل الاطفال كل الناس الحلوه اللي نورتنا ناوي على ايه انا نفسي واقدر احقق للناس حاجات حلوه بظل ارتفاع الاسعار يا رب في خصومات لا خصومات قويه على طول حزينه وحزينه انا بحب احققه في اي محل انا متواجده اقفل يا حازم احنا قابلت الدهب وطلعت الدهب لله عشان هي العلن احنا قابلت الدهب قلنا لها مليون مبروك احلى عمرو جزار هتقول لي ايه يا ايه يا ايه يا مسكر بس شفتك يا معسل قلبي يا مسكر بس يا معسل قلبي لسه ما احلاش احلى قابلت الدهب اعلى حاجه وعم ايمن عم ايمن هو القلب اصلا ما يعني مهما نقول على عمرو على عمرو بس انا اميره وقطه اميره حبايبي فعلا اميره ما تخبطش عليا اميره ما تخبطش عليا احلى عمرو الجزار هتقول لي ايه يا ايه يا ايه يا مسكر يا معسل يا مسكر يا مسكر قلبي لسه ما احلاش على بنتك بشكرهم كلهم وبشكر كل الناس الموجوده فنانين وغير فنانين اللي هم نورونا مين ومين 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 متابعين كل الناس انا بشكر ابرز الحضور ابرز الحضور عمرو جزار شحنه كاريكا حميد شعبان كل الناس كل الاطفال كل الناس الحلوه اللي نورتنا ناوي على ايه؟ انا نفسي واقدر احقق للناس حاجات حلوه بظل ارتفاع الاسعار يا رب في خصومات؟ لا خصومات قويه على طول انا بحب احققه في اي محل انا متواجده فيه قابلت الدهب اقفل يا حازم احنا قابلت الدهب وطلعت الدهب لله عشان هي العلن احنا قابلت الدهب قلنا لها مليون مبروك احلى عمرو الجزار هتقول لي ايه يا ايه يا ايه يا مسكر بس شفتك يا معسل قلبي يا مسكر يا معسل قلبي لسه ما احلاش على قابلت الدهب عم ايمن هو القلب اصلا ما يعني مهما نقول على عمرو عمرو